مساء الخير، مرحبا بالجميع على قناة كينيترا 36. معكم الدكتور محمد القداوي، معلق رياضي بميدينا اف ام وكذلك بكينيترا 36 اليوم، وصيدلاني كذلك اقول مدينة قنيطرة. اليوم ما جيتش باش نعلق على ماتش ديال الكرة اللي هو عادي، هو ماتش اللي كنلعبوه جميع من اجل البقاء، جميع من اجل ان نحتفظ بصحتنا وعلينا وعلى دوينا في هذه الأزمة، الأزمة اللي عمت العالم كله. قلت بأن هذا الماتش كيلزمنا كاملين أننا نجلسوا في البيوت ديالنا. جيت كباقي الأسرات المغربية كناديكم أنكم تجلسوا في بيوتكم، على الرغم أنتم عارفين بأن جميع الصيدليات فهي مفتوحة من 9 صباحا إلى أو 9 ونصف صباحا إلى 6 مساء، يعني هذا الوقت هذا يكفي بأنكم تقتنيوا الضروريات والحاجيات ديالكم اللازمة من أدوية. الناس اللي عندهم الامراض المزمنه يقتنوا ادويتهم، وما نتمناش انهم يتفوت السادسه عاد يبداو يقلبوا على صيدليات الحراسه، على الرغم بان جميع الصيادله في جميع بقاع المغرب يعني تجندوا باش تكون حراسه مكثفه. يعني مثلا في مدينه قنيطره كاينه حراسه، جوج ديال الحراسات في كل سيكتور بالنسبه للسبت والحد، يعني جوج في الساكنيه، جوج في المدينه، وجوج الحراسات في المدينه العليا، جوج في ولاد مبارك، وجوج في ولاد وجيه. في خلال يعني الاسبوع 2 3 4 الخميس والجمعه فهناك حراسه، كاينه وحده في ولاد وجيه، وحده في الساكنيه، وحده في المدينه، وحده في المدينه العليا، وكذلك وحده في الساكنيه، وحده في ولاد مبارك. يعني ما نتمناش انكم من بعد السادسه انكم عاد تبداو تفكروا في الادويه اللي لازمكم، بقاو في ديوركم. الناس اللي خصهم يقتنوا الادويه يباشروا الاقتناء ديالها ابتداء من الساعه 9 والنصف الى 6. دول كبيره اللي الفرق ديالها كبار، ايطاليا، اسبانيا، انجلترا، المانيا، امريكا والصين، راهم حاروا مع هذا المرض هذا. والخير وسيله للعلاج تبينت لهم هو المكوت او الحجر الصحي، المكوت ببيوتنا. يعني بالنسبه لنا حنايا الا بغينا نفوزوا على هذا الفريق اللي هو عتيد اللي هو كورونا، ما علينا الا نبقاو بيوتنا. الدواء ديالكم كاين في بيوتكم، بقاو ومكتو فيهم. بالنسبه للناس الكبار واللي كاينين بوحدهم، تمنيت ان نرجعوا لايام زمان، الناس اللي ما يقدروش يخرجوا، واللي من الافضل انهم ما يخرجوش، الناس اللي عندهم السن المتقدم، فكاين هما ولاد الدرب اللي تسخروا لهم ويمشيو يقضيو حاجياتهم. هذه الا فتره ان شاء الله وغدوز، فتره قصيره ان شاء الله وغدوز، الفتره كتقصر بالالتزام ديالنا بالمكوت في بيوتنا. دواكم في بيوتكم، بقاو فيها. تبارك الله عليكم.